لقد حرروها والآن في سجونها، هكذا تكتب أمهات مثقلات بالقهر على أولاد لهن مختطفين بدون ذنب. لم يكن يخطر ببالهم وهم من حرروا هذه المدينة من ميليشيا الحوثي في يوليو 2015 أنهم يوماً ما سيجدون أنفسهم قابعين في سجون غير قانونية بلا تهم واضحة ولا محاكمات عادلة. المهم نحن واقفين هنا عشان يضروا عيالنا، في سجن سرية مليان وفي عيال مخفيين مليان، وهذه الأمهات والآباء دول لا عدا ربع من الذي خرجوا. نحن نطالب بظهور عيالنا. أين هم وكيف أحوالهم وما هي تهمهم ولماذا لا يتم الإفراج عنهم؟ لا تريد أمهات المختطفين اللاتي نظمن وقفة احتجاجية أمام منزلي نائب وزير الداخلية والنائب العام بعدن غير الإجابات على هذه الأسئلة المكلومة والكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسراً منذ شهور طويلة. لماذا لا يحيلهم للقضاء؟ لماذا يتأخر إلى الآن؟ ماذا ينتظر وكيل النيابة؟ ألا بيكفيهم ما داقوا في السجون السرية والآن يجيدوا في معاناته بدل أن القضاء والعدل والنيابة تنصفهم؟ الوقفة الاحتجاجية التي رفعت فيها صور المعتقلين والمخفيين ولافتات غاضبة من طريقة تجاهل المسؤولين لمطالبهم، استغرب فيها أبناء عدن نفي نائب وزير الداخلية وجود سجون سرية في عدن، وهي السجون التي سجلت عنها منظمات محلية ودولية تقارير متعددة تؤكد ارتكاب مسؤولين أمنيين مدعومين من الإمارات العديد من صنوف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. يبقى سؤال أمهات المختطفين المتكرر بلا إجابة في عدن، أين أولادنا ولماذا اختطفوا؟ وهو سؤال وصل صداه المؤلم إلى كل عواصم العالم، إلا أنه لم يجد بعد إجابة واضحة من مسؤولية شرعية ولا حتى من دول تحالف قالت إنها ما أتت لليمن إلا لتحريره، لكنها فتحت لأبنائه السجون.